في مره من المرات اشتغلت في مصنع حلويات، في مره من المرات اشتغلت في مصنع جبنه، لذلك اعرف اعمل جبنه. كنت بتعمل بقى جبنه دمياطي ولا جبنه ايه؟ لا جبنه دمياطي. بتتعمل ازاي بقى الجبنه الدمياطي؟ لا او الزبادي. الزبادي ماشي نقدر نعمله بسهوله، انما الجبنه الدمياطي دي صعبه شويه. في الماده اللي هي اللي بيسموها في عندنا في ما اعرفش تسمى ايه، اللي هي بيسموها الاجزه. دي بتجيبيها وبتحطي اللبن، بتجيبيه وبتحطي الاجزه دي عليها، بتحطها في خوص كده مع شاش وبتدفلها شويه وبتسيبيها، بتبقى وتتحكمي في الملح بتاعها.